بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض فيديو جديد من فيديوهات الابحاث للصف الخامس الابتدائي. في الفيديو هنتكلم عن نقطه محدده، وهي ازاي ان انا اضيف الساينس في البحث بتاعي. طيب، كنا شرحنا قبل كده في البحث الخاص بالماء، او كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده، وشرحنا الدرس البحث ده يتعمل ازاي، وايه النقط الاساسيه، وازاي ان انا اتعامل مع الملف اللي انا كنت سبته لكم ساعتها في اول تعليق تحت الفيديو. ولو عاوزين اكتبوا لي برده في التعليقات مفيش مشكله. الفايل ده لما احنا فتحناه لقينا ان احنا بنتكلم عن عنوان الموضوع لو تفتكروا، وقلنا يعني ايه عنوان الموضوع. انا هحط عنوان للبحث بتاعي، ماشي؟ ده اختصار شديد للفيديو اللي انا كنت عملته، لو انت ما كنتش شفته ارجع شوفه تاني. الرقم التعريفي قلنا ده بنجيبه من على الموقع عادي خالص، ده الكود بتاع الطالب. وبعدين المقدمة، بنحط مقدمة، وبتكون المقدمة دي الشرط اللي بتاعها ان هي تكون من 40 ل 50 كلمة. وبعدين اتكلمنا عن عناصر الموضوع، وهو ده اللي انا عاوز اكلمكم عنه النهاردة. ان عناصر الموضوع، لو احنا نفتكر تاني البحث بتاع الماء، كنا بنقول للماء اهمية كبيرة في الحفاظ على جسم الانسان. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. وحطينا أربع عناصر ساعتها هنتكلم عنهم، أو قدامنا أربع عناصر هنتكلم عنهم. قلنا هنتكلم عن الماء ضروري لعمل أجهزة الجسم، ومنها الجهاز الدوري، ووضح أهمية الماء في تركيب الدم، وإعداد لوحة للحفاظ بالماء. وإحنا بقى إيه، ملناش دعوة بالنقطتين اللي في الآخر دول، لأن دول حاجات سهلة ممكن إن إحنا نحسبها. إحنا بس بنتكلم دلوقتي على الجزء الأولاني ده، إزاي إن أنا أضيف اللي أنا خدته في الساينس، اللي أنا خدته في الساينس للبحث ده. مبدئيا إحنا عندنا الجهاز الدوري، افهم بقى النقطة دي، وأجهزة الجسم دي حاجات احنا درسناها قبل كده. فلما انت تيجي تقول لي يا مستر انا عاوز ادخل حاجات ليها علاقة بالساينس في البحث بتاعي، طيب ما هو اصلا الساينس بيتكلم عن الجهاز الدوري اللي هو السيركلاتوري سيستم، وبيتكلم عن اجهزة الجسم. فانا قصدي ايه، لو انت ما لقيتش في المنهج بتاعك حاجة ليها علاقة بالمية، يعني مثلا انا هفهمك، احنا اتكلمنا في المنهج بتاعنا عن حاجه اسمها سيركادري سيستم، والسيركادري سيستم ده كان فيه بلاد، كان فيه الدم اللي هو الجهاز الدوري، كان فيه الدم. والدم ده بيتكون من احد مكوناته اللي هي البلازما من المي. لو انت ما تعرفش المعلومه دي، فاصلا البحث بتاعك ممكن ما تضيفش معلومه زي كده، لان اصلا البحث اغلبه ساينس في الاساس. فانت ما توترش نفسك ان ايه الجزء بتاع الساينس اللي انا اضيفه، ولكن خلينا نمشي مع بعض ونفكر بالراحة احنا هنعمل ايه في الجزء الاول. علشان تعمل الجزء الاول صح، الماء ضروري لعمل اجهزة الجسم. اولا احنا في جريد 5 خدنا اليونت الاولى بتتكلم عن الفريكشن فورس، عن قوة الاحتكاك، ودي مش هنيجي جنبها خالص، دي ملناش دعوة بيها. والجزء التاني خدنا الجهاز الدوري، وكان مفروض ناخد حاجة تانية اسمها يورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي، وده ما خدناهوش. فاحنا هنتكلم عن الايه، السيركيلاتوري سيستم، الجهاز الدوري. فانت لما بتيجي تتكلم عن فكره اجهزه الجسم، هتبتدي تدور على معلومات ان اجهزه الجسم بتستفيد منها ازاي الاجهزه التانيه. طيب خلينا نمشي مع واحده واحده. النقطة الأولى في البحث ده بتقول الماء ضروري لعمل أجهزة الجسم ومنها الجهاز الدوري. عشان نشوف الموضوع ده قدامنا حاجتين أو ثلاثة، خلينا نمشي واحدة واحدة. مبدئيا هنروح للموقع بتاع المذاكرة الرقمية، لو كتبنا المكتبة الرقمية هيطلع لنا السيرش الأول الموقع بتاع المكتبة الرقمية، خلاص؟ وده الايه، وده اللي أنا مفروض إن أنا أدور على المعلومات عليه. بكتب كده أهمية الماء للجسم الإنسان، خلاص؟ طيب، وابتدي إن أنا أقعد أدور على معلومة ليها علاقة باللي أنا بعمله ده في الـ إيه، أو ليها علاقة بأجهزة جسم الإنسان. يعني أنا بدور على نقطة محددة، أهمية المية لجسم الإنسان والجهاز الدوري. هفضل أدور
وهاخد وقت، ولازم تاخد وقت كبير عشان تقعد تدور على الأفكار هنا، يمكن تلاقي حاجة ليها علاقة بالمية والإيه والأجهزة الجسم. ده المصدر الأول، أنا بس بوريك هتدور على المعلومة فين. المصدر التاني أو الحاجة التانية هو كتاب المدرسة. كتاب المدرسة، كتاب المدرسة بتحمله إزاي؟ لو كتبت وزارة التربية والتعليم، ركز معايا وأنا بعد كده هقول لك هتعمل إيه. وزارة التربية والتعليم، الكتب الدراسية، أول حاجة المناهج الدراسية أو المناهج التعليمية وزارة التربية والتعليم، بتدخل على الموقع ده وبتختار المرحلة الابتدائية، ماشي، الفصل الدراسي الثاني، خلاص الثاني بقى مش الأول، وبعدين الخامس، الصف الخامس، وبعدين الكتب الدراسية. بتحمل عندك هنا لما دوست على بحث طلع لك كتاب العلوم وكتاب العلوم بالإنجليزية، بتفتح الاثنين لو انت لغات، بتفتح الايه العربي بس لو انت كنت عربي او علوم، ماشي. لو احنا فتحنا كتاب العلوم، ماشي، وجينا بصينا على الدرس اللي هو الاول في الوحدة التانية اللي هو ليسن 1 في يونت 2، ليسن 1 في يونت 2 بيتكلم عن الجهاز الدوري والدوران. خلاص، المعلومة اللي احنا عاوزينها هي فكرة الايه البلازما، ماشي، واللي عاوز يضيف حاجة ليها علاقة بالساينس في الدرس ده، فانت ما عندكش في المنهج بتاعك حاجة ليها علاقة بأجهزة جسم الإنسان غير تركيب الدم. فين تركيب الدم؟ أهو، ثانيا الدم أو ثالثا الدم. الدم بيتكون من 4 حاجات: كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الصفائح الدموية، وحاجة أخيرة اسمها بلازما. لو احنا لغات، تعالى أوريك الايه الحتة دي فين. الحتة دي في كتاب اللغات، هتروح لليونت التانية الليسون 1، ماشي، يونت 2 ليسون 1، واحنا ذاكرنا الحاجات دي مع بعض اصلا، ماشي. اهو في السيركلاتوري سيستم، بنفتح السيركلاتوري سيستم، لو رحنا للثيرد بلاد اللي هي النقطة التالتة البلاد اهو، خلاص، ورحنا شفنا الهيومن بلاد بيتكون من ايه، اللي هو الدم بتاع جسم الانسان بيتكون من ايه، هتلاقي ريد بلاد سيلز ووايت بلاد سيلز وبليتلتس تحت اهو، وفي بقى حاجة تانية أخيرة اسمها إيه بلازما. نقطة البلازما دي أنت لازم تضيفها في البحث بتاعك. أديني قلت لو أنت عاوز تضيف جزء الساينس في البحث بتاعك، فأنت ما عندكش غير جزء البلازما اللي تقدر تضيفه. يعني هتيجي من ضمن النقط اللي أنت هتذكرها في البحث بتاعك، هتقول له إن يتم تكوين البلازما عن طريق الماء. خليني بس ارجع تاني اقرا لكم البلازما دي ايه. البلازما دي لو انت جيت قريتها هتلاقيه بيقول لك ايه، هو سائل اصفر، ده جوه الدم، يعني حاجه من هو طبعا الدم لونه احمر بس فيه مكونات من جوه، فمن ضمن المكونات دي حاجه اسمها بلازما. ايه البلازما دي بقى؟ البلازما دي سائل اصفر يتكون اساسا من الماء. فهمت بقى؟ يعني الدم ده فيه ميه، جواه ميه، ماشي، وتسبح فيها خلايا الدم كما انها تنتقل أو تنقل الغذاء الممتص من الأمعاء إلى خلايا الجسم، وتنقل منها الفضلات إلى أعضاء الإخراج بالجسم للتخلص منها. فاهم يا كابتن؟ طيب، يبقى أنا ممكن أقراها برضو بالإنجلش. البلازما هي عبارة عن إيه؟ يلو ووتري فلويد، يعني سائل لونه أصفر، containing the food that cells need، الفود اللي السيلز محتاجاه، as well as ماشي harmful wastes اللي هي فيها المواد الضارة أو الويست produced formed أو products formed in the cells. The red blood cells, white blood cells and blood platelets float in plasma. يعني كلهم بيعوموا جوه الايه؟ جوه البلازما. ادي نقطة ممكن تضيفها من ضمن نقطة البحث. بنضيفها فين يا مستر؟ الأول بتكلم عن الماء ضروري لعمل أجهزة جسم الإنسان. طيب، خليك معايا بالترتيب كده. أنا بتكلم في العنصر الأول، والعنصر الأول علشان أضيف حاجة للساينس، فالجهاز الدوري ده إحنا اتكلمنا عنه، ان الجهاز ومنها الجهاز الدوري، الماء ضروري لجهاز جسم الانسان ومنها الجهاز الدوري. اتكلمنا في الجهاز الدوري، الماء مفيد في ايه؟ الماء مفيد في الجهاز الدوري حيث انه يستخدم في تكوين البلازما التي تتكون اساسا من الماء. بتكتب له الجزء كده زي ما انا بقوله، وبشرح له بقى في الاول خالص، بتشرح له ان الماء ضروري لعمل اجهزه جسم الانسان. قلنا يا اما هتدور هنا، يا اما هتدور على الكتب الاساسيه بتاعه المدرسه وتروح تاخد منها المعلومات، وفي المصادر تحت تكتب له كتاب المدرسه ماده العلوم صفحه 25 لو انت لغات، وصفحه 20 لو انت عربي. وممكن تدور على جوجل، بس هوريك ازاي تدور على جوجل. لو انت كتبت على جوجل اهميه الماء لجسم الانسان
ورحنا نشوف الابحاث الموجوده وندور على في هنا في يعني ايه مصادر كتيره اهي، نختار اي واحد، تعال نختار اول واحد ونقرا، ما عجبناش نروح اللي بعده. بس انا عاوز الفت نظرك، انت ما ينفعش تروح تجيب لي معلومه وتروح تقول لي المعلومه دي انا جبتها من موقع اسمه ما اعرفش موضوع ولا اسمه ايه. طب تعال نقرا الموضوع الاول وبعدين نشوف هل هو مفيد اصلا ولا لا. اهم يبقى كده المصدر الثالث الانترنت. بيقول لي هنا الماء، يتكون الماء ما نسبته 60% من جسم الانسان. وابتدي اقعد اقرا 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 ماشي. لو الموقع ده في الاخر كاتب مراجع خير وبركه، مراجع دي جنبها ايه علامه بلس اهي، خلاص بدوس عليها بيفتح لي الايه المراجع. انا لو الموضوع ده عجبني باخد منه معلومات، خلاص باخد المعلومات وبكتب مرجع او اتنين من المراجع اللي تحت دي، خلاص بختار المرجع المناسب للنقطه اللي انا خدتها. مثلا هنا بيشرح لي ان اهميه الماء في جسم الانسان، هي دي اصلا احنا عاوزينها في البحث بتاعنا. لو انت عاوز تاخد النقطه دي وتلخصها بشكل كويس خير وبركه. خلاص الموضوع ده مش عاجبني، اروح لموضوع تاني، افتح مثلا واحد تاني هنا اهو، غالبا هو نفس الموقع بس يعني بنبص على حاجه معينه، او ما هي فوائد الماء اللي مش عارف جسم الانسان، بنقرا شبه الموضوع اللي فات بالظبط، ممكن نقرا تاني يمكن مثلا الحفاظ على ضغط الدم، الحفاظ على عمليه التنفس، الحفاظ على الفيتامينات. مفهوم يا شباب الفكره؟ ده كده بالنسبه للجزء الاول من العنصر الاول. يعني انا عشان اكتب الماء ضروري لاجهزه جسم الانسان بشرح له في بدايه البحث ان الماء مفيد، وبلخص له مقال زي اللي احنا قريناه ده وبكتب له المصادر تحت. وبالنسبه للجزء بتاع ومنها الجهاز الدوري بكتب له فقره كده ان هو مهم في عمليه تكون البلازما. طيب وضح اهميه الماء في تركيب الدم، خلاص، ودوره في المحافظه على صحه الجهاز الدوري. دي بقى النقطه اللي احنا كنا ايه كنا ناقشناها هنا، خلاص، وهنناقشها بقى تاني هنا في الجزء اللي بعده بس بالتفصيل اكتر. ايه ده يا مستر، مش احنا لسه قايلينها فوق؟ ايوه احنا قايلينها فوق، بس احنا هنقولها تاني تحت في العنصر التاني، في العنصر التاني هنقولها، بس هنذكر له تركيب الدم، هنذكر له تركيب الدم لان هو عامل تركيب الدم هنا بالايه بالتقيل. نقوم احنا عاملين ال ايه ال النقطة بتاعة تركيب الدم دي اللي في صفحة 20 لو انت عربي، وتكتبها بالعربي على فكرة، حتى لو انت لغتك تكتبها بالعربي، ايه المشكلة يعني؟ ما هو اصلا البحث بالعربي. وبعدين تكتب خلايا الدم اللي مش عارف ايه وتكتب الموضوع ده كله. يبقى انت كده ايه، هتقول لي يا مستر اكتبه حرفيا ولا اكتبه بطريقتي؟ اكتبه بطريقتك، اكتبه بطريقتك. عاوز تكتبه حرفيا مش مشكلة، ان ده كتاب المدرسة محدش هيقول لك انت كاتبه حرفيا ليه، عادي خالص. مفهوم يا شباب؟ والنقطة التالتة والرابعة دي مفيش فيهم مشكلة، دول حاجات بتعمل لوحة إرشادية، يعني بتعمل مستطيل كده والمستطيل ده بتكتب فيه حافظ على مثلا المياه. فاهمين الفكرة؟ طيب يبقى أنا دلوقتي في الجزء الأول بتاع أجهزة الجسم أنا بقول له الماء مهم لأجهزة الجسم إزاي، بدور على النت كويس، بدور على موقع المذاكرة الرقمية، بكتب له إن البلازما بتتكون من الماء، بكتب له أهم تركيب الدم، وبعيد له تاني قصة البلازما. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتقول لي في التعليقات ان هو انت فهمت هتعمل ايه في البحث ده، ولو انت عملت البحث بتاعك عدل النقطة دي وابدع في البحث بتاعك واعمل حاجات مفيدة. بتمنى لكم كل ان شاء الله كل التوفيق، وكلكم تجيبوا احسن الدرجات، وكلكم تعملوا البحث بشكل مفيد. يا ريت تبعتوا الفيديو ده لاصحابكم، بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. تاني كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.